الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله. هذا الحديث لا يخالف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولم يقل مروا موتاكم بلا إله إلا الله. والموتى هنا هم من حضرتهم الوفاة، وذلك باعتبار ما سيؤولون إليه وهو الموت. فقال: لقنوا موتاكم، يعني من هو قد حضرته علامات الوفاة، لقنوهم ماذا؟ لا إله إلا الله حتى يموتوا عليها. فقال: لقنوا موتاكم. والتلقين يختلف عن الأمر، وذلك أن تلقن الميت كما تلقن الطفل، وذلك بأن تذكر عنده لا إله إلا الله دون أن تأمره، وذلك لأنك لو أمرته لربما من جزع الموت وشدته ألا يقولها، ومن ثم تحصل مفسدة كبرى. بينما هنا في هذا الأثر أمره قال: قل لا إله إلا الله. ومن ثم فإن أبا طالب أمر بهذا لأنه كافر، لأنه لو جزع فهو كافر، يعني لن نخسر شيئا ولن تحصل مفسدة. فهذه الجملة وهي قل لا إله إلا الله شبيهة بجملة قوله عليه الصلاة والسلام لليهودي أسلم، فهي شبيهة لها في ثبوت هذا الحكم، وأن الكافر يؤمر وأما المسلم فإنه يلقن.